أعلن تنظيم أنصار الشريعة الفرع المحلي لتنظيم القاعدة في اليمن عن أسرى من جماعة الحوثي بحوزته. وبث شبكة صدى الملاحم التابعة للتنظيم مقطع فيديو يتضمن مناشدات لسبعة أشخاص قال إنهم أسرى حوثيين لدى تنظيم القاعدة. وحسب التسجيل طالب الأسرى الذين ينتمون إلى محافظات البيضاء وشبوة وحجة زعيم ميليشيا الحوثي بإخراجهم من الأسر عبر صفقات تبادل. وفي سبتمبر الماضي أجرت ميليشيات الحوثي صفقة تبادل ل115 أسيرا مع تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء.